شفناه كمان انك مش قادر تسيب التليفون وانت قاعد، ايه حكايتك مع التليفونات؟ لا المشكله طبعا ان حدث زي دوت بيجيب ناس كثيره جدا وناس مهمين جدا، فبالتالي لازم يعني قادر على ان انا استوعب اي مشكله او اي طلب من اي حد. ما ينفعش ان انا اقفل التليفون واقعد اتفسح يعني. بس دايما الشخصيات المهمه بتقول انا ماليش دعوه، في ناس تحتي هي اللي تشتغل وتتولى الحاجات دي كلها. ما هو انا باخد المكالمه او الرساله وابعتها لحد يتولاها يعني. بس مين اقرب طيب الفنانين ليك على المستوى الشخصي؟ كلهم حبايبك طبعا، لكن مين اللي بتحس ان هي علاقه صداقه شويه على المستوى؟ يسرى، لان انا اعرف يسرى من زمان خالص، وكمان الشخصيه اللي انا ما زلت طبعا يعني ممتن ليها، لان هي وانا صغير ضحكتني يعني اكتر من اي حد تاني. عادل امام طبعا الزعيم يعني.